أخبار اليوم. نص كيلو جرام بدأت تنزلق من السكون على عمود أسطواني رأسي خشن، فإذا كانت سرعتها 6.3 متر على الثانية بعد أن قطعت مسافة 4.8 متر من بدء الحركة، احسب الشغل المبذول ضد المقاومة. وهنا عين صفر بتاعتنا هتبقى بصفر، وعين النهائية 6.3، والمسافة يبقى معنا 3 حاجات نعرف نتصرف إن شاء الله في المسألة. الحل بتاعها هيبقى التغير في طاقة الحركة بيساوي الشغل المبذول من محصلة القوة، اللي هو ده مبدأ الشغل والطاقة اللي بنحل بيه المسائل اللي زي كده. التغير في طاقة الحركة اللي هي طاقة 2 ناقصها 1، والشغل المبذول من محصلة القوة، محصلة القوة اللي هي كاف جيم، يبقى كاف جيم في ف، وكاف جيم هنا اللي هي بتساوي كاف د ناقص ميم، يبقى نص كاف عين 2 تربيع ناقص نص كاف في عين 1 تربيع بتساوي كاف د ناقص ميم في ف. طب ادي كاف معايا بنص والدال ب 9.8 في ف اللي هي 4.8 ناقص ميم في، هتروح من هناك بالموجب، يبقى بقت ميم ف بتساوي نص في 9.8 في 4.8 ناقص ط 2 اللي هي نص في نص كيلو اللي هي الحلقة في 6.3 تربيع. هجيبها هنا اطرحهم من بعض يطلع ميم ف اللي هو ميم ف على بعضها دي الشغل المبذول ضد المقاومة اللي هو بيساوي 13.597. وخلي بالك انه لو طلب الشغل المبذول من المقاومة، لو كان عايز الشغل المبذول من المقاومة مش ضد المقاومة يبقى هي بتبقى بالسالب، يبقى هتساوي سالب، ونفس الإجابة دي اللي هي 13.5975 جول. كتلته 600 جرام موضوع على نضد افقي املس، يعني معنى كده ان احنا خلصنا مفيش احتكاك ولا في مقاومه، مربوط بخيط يمر على بكره ملساء مثبته في حافه النضد، والطرف الاخر للخيط يتدلى منه راسيا كفه ميزان كتلتها 100 جرام، والكفه دي عليها كتله مقدارها 50 جرام، يبقى اللي هيتحرك 150 جرام. وتحركت المجموعه، عشان تتحرك المجموعة يبقى هيتحرك الجسم اللي هو ده الأسفل، والجسم 600 هيتحرك كده ناحية البكرة، يبقى لما أمسك الجسم اللي هو الجسم والكفة 150 جرام، هيبقى 150 جيم بيساوي 150 في 980 اللي هي عجلة الجاذبية الأرضية ناقص الشد. طب والجسم 600 جرام هيتحرك ناحية البكرة، يبقى 600 جيم بتساوي شين بس، دي المعادلة الأولى ودي المعادلة الثانية. لو بصينا هنا من 1 و2 لو جمعناهم الشين يطير، يبقى 150 زائد 600 يطلع 750 جيم بتساوي 150 في 980، هقسم بقى على 750 تطلع الجيم ب 196 سنتيمتر على الثانية تربيع. من الجيم اعرف اعوض واجيب الشين من المعادله الثانيه اللي هي بتطلع 600 في 196 على 980 عشان تطلع بالثقل جرام. كده خلصنا الشد في الخيط عملناه. بعد كده طالب حته مهمه اللي هي زي موضوع قوانين نيوتن الثالث اللي هو موضوع الاسانسير، اوجد الشد في الخيط والضغط الواقع على كفه الميزان، محدش يغلط يتسرع ويعملها الضغط الواقع على البكره، يبقى الضغط الواقع على كفة الميزان بقت زي مواضيع الأسانسير بتاعت قانون نيوتن الثالث. الجسم دلوقتي كان نازل كده، يبقى اللي بيخليه ينزل الوزن كاف دال، واللي طالع فوق اللي هو رد الفعل اللي هو بيساوي الضغط وعايز الضغط، فأنا هكتب رد الفعل لأن اتجاه رد الفعل لفوق، هيبقى كاف جيم القوانين العادية اللي انتوا عارفينها بتساوي كاف دال ناقص ر. بس هنا تاخد بالك إن الكاف دي اتغيرت غير الكاف اللي كانت بتتحرك اللي كانت 150، احنا دلوقتي بنتكلم عن الكتله اللي هي 50 جرام فقط. يبقى الر هيروح بالموجب، والكاف شرطه ج هتيجي من هنا بالسالب، يبقى الر بيساوي كاف شرطه في د ناقص ج، الدال معروفه ب 980 والج طلعناها هنا ب 196، يبقى هطلع رد الفعل اللي هو بيساوي الضغط اللي هو بيساوي 50 في
الكلام لو 980 ناقص 196، وبعدين هقسم على 980 عشان ما تطلعش بالضاين. لما كانت قبل القسمه كانت بالضاين، هنا دلوقتي لما قسمنا على 980 تطلع 40 ثقل جرام.